سارة وزينة، زينة وسارة. 55 و25. 80 نقطة. تمام. 50 و25. 75. السؤال الأول في الرياضة. إيه اللي عرفوا عنها إن في حد بيلعب اسمه محمد صلاح؟ ده لأ، ده معلومات يعني الرياضة بجد؟ والله العظيم ما عندكيش أي معلومات تانية خالص؟ أنا بجيب لهم في الفريق مورد كده، لو أسأل أي سؤال رياضة بجاوب إجابة خزعبلية. طيب السؤال اللي جاي أنا في رأيي إن هو سهل جدا 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 جدا، أستر يا رب. ولكن لو فكرتي شوية، مش أنت بس، أنت وزينة، مش معنى ان هو رياضه ان انتوا مش هتعرفوا تجاوبوا، لا ممكن رياضه وتعرفوا تجاوبوا. بس نفكر، نسمع سؤال كويس نركز فيه وهنجاوب صح باذن الله. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال الاول رياضه، من هو اول مصري يحصل على جائزه الاساطير من الكاف عام 2004؟ جائزة الأساطير في 2004، أول مصري يكسبها، لعيب مصري، ممكن يبقى مين؟ أبو تريكة. الحقيقة أبو تريكة كسبها، كان لسه بدري، كانش وصل البيك بتاعه. لا، جائزة الأساطير يا يوسف يعني كان اعتزل، أبو تريكة كسبها بس بعد ما اعتزل. زينة، إجابة خاطئة. والله انا هقول اجابه اتمنى الناس ما تضحكش. والله ممكن تبقى صح، لو فكرتي ممكن تبقى صح. والله ما كانوا محافظين لي اجابه اقولها لو جالي رياضه. هو تقريبا اسمه محمود الخطيب تقريبا. انا قلت اجابه امشي ان شاء الله. والله والله امشي. هتضحكوا؟ امشي امشي. احنا مش هنضحك. عايز اقول لك حاجه، انا لو جاوبت رياضه ولسه مجاوبه تكنولوجيا فدي معجزه النهارده. انا معجزه، عملت معجزات النهارده. اوعى تقول لي صح بجد، جرالي غلط هتحملها صح. مش هقدر. إجابة صحيحة. هو كده، هو كابتن محمود الخطيب طبعا، أسطورة مصر. ما عشان كده قلت لكم ركزوا ركزوا في السؤال، هو أسطورة مصر. طيب